ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا حاجة هي لك من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم التف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا، واهدنا إلى